دعينا بطل اليوم للانتظار في أحد الشوارع، ولكن ما كان يتوقع سبب انتظاره. يلا شباب ابتدي. الممثل حياة. الحين الأم ويا الطفل. يلا يتحرك الممثل. الشاحنة تدخل. الشاشة تغيير الإعلان. الحين البنر. الدراجات النارية. يدخل رجل الأمن. غازي عبد الله عاش طفولته كطفل يتيم في دار الأيتام. بعد عدة سنوات دخل في حالة اكتئاب شديد كادت أن تودي بحياته لعدم تقبل حقيقة أنه مجهول الأبوين. غازي قرر أن يستجمع قواه ليكتب نهاية مختلفة لقصته، فاختار العمل في أحد مراكز رعاية أطفال متلازمة داون، ووجد لنفسه شغف يجعله يتمسك بالحياة مرة أخرى.